سالو مي شيغ زيلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك كيف ما طلبتوا مني بزاف لي كومونتير ايفالياسيون دياغنوستيك تقويم تشخيصي بالنسبه للسيزيام، دونك انا حاولت نركز على دروس تعطلت باش انني نخدم معكم غير الدروس اللي كاينه اللي كنتو كتقراوها في السانكيام واللي عندها علاقه باش بالسيزيام وغتكون في الامتحان وفي الجهوي. دونك هنا عطيتكم مجموعه ديال التمارين يعني امتحان، حيدت لكم انا لو تكست الاسئله ديالو. نركزوا بعدا دابا نديروا النموذج الاول ايفالياسيون دياغنوستيك، ومن بعد نعطيكم نموذج ثاني فيه التكست واسئله ديالو مع لا برودكسيون، كل مره نقسم لكم باش الفيديو ما يطولش لكم بزاف. دونك هاد التمارين هادو مهمين بزاف حيت هما الناس غادي يتعاودوا في امتحان السيزيام وغادي يتعاودوا في الجهوي وقريتوهم، حتى كاين مثلا شي دروس كاين اللي ما قريتوهمش كاملين ما كنتوش فاهمينهم، كدابا في السيزيام كتعمقوا فيهم ما كتقراوهمش بداك السهوله اللي كنتو كتقراوهم في السانكيام. دونك انا التمرين الاول غادي نحاول نشرحو لكم نورمالمون ما غير كنجاوب يعني ندير التمارين ونجاوب، ولكن التمرين الاول غنحاول انني نفكركم فيه. المهم على حسب الفيديو ما باغاش يطول وصافي وما يجيكمش الملل في نفس الوقت. ليكزارسيس الاول نحاول نفكركم فيه ونعطيكم اكزامبل برا على التمرين وغنولي نرجع للتمرين باش تكونوا فاهميني شنو كنقول، يعني اغلبيه راه ناسي. من بعد التمارين الثاني والثالث والرابع داكشي غنحاول انني غير نشرح السؤال وندير نيشان الجواب باش ما نتعطلش عليكم. من بعد في لي كومونتير نتوما عاد تقولوا لي الى كل تمرين نتعطل فيه ونشرحو عاد ندير الجواب ولا نيشان نعطيكم الجواب، حيت كل مره شنو كنلقى في لي كومونتير يعني انا نشوف الاغلبيه هكا باش نرضي كل شيء نرضي الجميع. اذا هنا بالنسبه ليكزارسيس الاول وقبل ما نبدا التمارين ولا الدروس ديال السيزيام راني خدامه كنختي بديت كنخدمو معكم بديت بلا بواط ميرفي. دونك هنا لا بواط ميرفي تلقى كلشي في بلاي ليست هي لو ستاتيو دو ناراتور دون سيت اكستري، يعني غادي تحدد لينا لو ستاتيو دي ناراتور وضعيه ديال ناراتور فهاد ليكستري هذا جوستيفي تا ريبونس. اول حاجه السؤال ديجا ما فهمتوهش حيت ما كتبتش عنوان الدرس مباشر، حيت في الامتحان ما تتوقعوش انهم غادي يكتبوا لكم مثلا لو بوين دو فيو ولا فوكاليزاسيون، هذا الدرس ديال الفوكاليزاسيون اللي عندنا لا فوكاليزاسيون ولا كنقولوا لها لو بوين دو فيو. هنا عطاو لينا لو ستاتيو يعني الوضعيه ديالو، يعني كنقصدوا بها لي تيب ديال لي تيب دو فوكاليزاسيون. هاد الدرس قريتوه في السانكيام وغادي تقراوه في السيزيام. في كل اكسترا ديال لا بواط ميرفي غادي يقول لك مثلا يعطيك واحد شابيتر ولا واحد باراغراف فقره ويقول لك اين فوكاليزاسيون فيها، يعني انت مطالب وحتى نهار الامتحان القسم ولا امتحان في الجهوي كيهز لك فقره وكيقول لك اين فوكاليزاسيون فيها، يعني لو ناراتور الرؤيه ديالو واش. دونك وهاد لي تيب هادو عندنا ثلاثه اكسترن يعني فوكاليزاسيون اكسترن، غنشوفو دابا شنو كتعني اكسترن، وفوكاليزاسيون انترن وفوكاليزاسيون زيرو. دونك انا قبل عطيتكم هاد لي زيكستري هادو واحد جوج ديال لي باراغراف غادي نقراوهم وغادي نشوفو كل فقره الرؤيه فيها، يعني اين فوكاليزاسيون اين بوين دو في فيها، واش انترن واش زيرو واش اكسترن. وما غاديش نعطيكم الجواب انا نيشان، غادي نشرح لكم هاد ثلاثه هادو بالزربه شنو هما. كل درس انا ركز حاولت انني ما نعطيكمش التكست يعني باش ما نضيعوش في الوقت، ركز غير على اللونغ القواعد حيت هما اللي عندكم في السانكيام هما الناس كيتعاودوا زائد وحدين اخرين كيتعاودوا في السيزيام وكيتحطوا لكم في امتحان ديال القسم وفي الجهوي. يعني دابا هاد لا فوكاليزاسيون بالنسبه لا لا بواط ميرفي ولا اي رومو غادي تقراوها نهار الجهوي كيهز لك واحد الفقره وكيقول لك شنو هنا اين فوكاليزاسيون، يعني هي لا بواط ميرفي ماشي كلها انترن ولا اكسترن، تقدر تكون شي باراغراف زيرو هو راه كيهضر على راسو ملي كتكون اوتوبيوغرافي راه انترن، ولكن على حسب يقدر يكون كيهضر من برا ما عرفش معلومات، يقدر يكون على حسب كل فقره غادي كتبدل داك الفوكاليزاسيون. دونك انا نحاول نشرح لكم شنو هي وعاد نرجعوا للتكست ديالنا. دونك نشوفوا دابا شنو كتعني فوكاليزاسيون زيرو ولا فوكاليزاسيون، المهم حنا ما نعطيكمش بزاف السميات باش ما تدوخوش. هنا لو ناراتور اومنيسيون شنو كتعني اومنيسيون، يعني دون لو ريسي في القصه اللي كيحكيها لنا لو ناراتور، لو ناراتور اون سي بلو كو لو بيرسوناج، لو ناراتور يعني عارف كلشي اكثر من البيرسوناج، بيرسوناج اللي كان كيعرف لي سونتيمون ديالو هو كيعرف كلشي، لو ناراتور سي تو فوا تو، يعني كيكون هنا لو ناراتور كيعرف اكثر من البيرسوناج برينسيبال براسو، يعني شي حاجه عارفه عليه اكثر من عارفه هو على نفسه، يعني هذه هي اكثر وحده. عندنا فوكاليزاسيون اكستيرن النوع الثاني هي خارجيه، لو ناراتور اون دي موان كنونسي لو بيرسوناج، يعني كيقول قل هنا لو ناراتور ما عارفش داكشي اللي عارفو البيرسوناج على راسو، لو ناراتور ما عارفش كيقول لنا اي موان. لو ناراتور اي ان اوبسيرفاتور هو مجرد اوبسيرفاتور اوبجيكتيف، يعني كيف اوبجيكتيف يعني كيف ما كيشوف الحاجه كيقولها بحال شي كاميرا كتفيلمي لينا شي حاجه،
هنا عندنا فوكاليزاسيون انترن داخليه، وهذه اغلبيه كتكون في لوتوبيوغرافي. هنا لو ناراتور نو دي كو سكو سي تيل بيرسوناج، يعني هنايا اللي عارفوا البيرسوناج على راسو، هنا لو ناراتور حتى هو كيقولوا لينا لو ناراتور نو سي اي نو فوا كو سكو سي اي فوا ان بيرسوناج. دابا البيرسوناج برينسيبال عارف شي حاجات، كيجي داك الراوي حتى هو كيقول نفس الحاجه اللي عارف بيرسوناج على راسو، يعني داخليه انتر ما كيزيد ما كينقص. اكسترن لا ما عارف حتى شي حاجه، كيقول غير داكشي اللي كيشوفو، على بحال شي مثلا شي اكسيدون وانت كتفيلميها كتصورها كتقول شنو كتشوف. وعندنا الثالثه اللي هي زيرو. دونك دابا نرجعوا للتكست ديالنا ليكزارسيس. دونك هذا هو ليكسترا ديالنا. il nage côte à côte. دونك هنا اولا عندنا ثوازيام بيرسون، يعني عندنا ثوازيام بيرسون il، ولا كان شي واحد كيدار على راسو ولا عارف شي حاجه راه كيدار بجو، هذا كيعاود غير عليهم، يعني كي il nage côte à côte. lui blond de peau، يعني هو البشره ديالو بيضاء. la tête noire et ronde، يعني الراس ديالو نوار ايرون دائري. سو سي شوفو مويي، شعرو فازق. ايل بغول كوم اون بلوند كوافي دان فولار، لابسه واحد الفولار. دونك هنا كيدير لنا الديسكريبسيون كيقول لنا شنو لابسه، شعرها فازق، لون البشره ديالو، ما عطانا حتى شي اضافه. هاد المعلومه اي واحد يقدر يقولها لنا، كيف ما كيشوف اي واحد كيف ما كيشوف كيعطي، يعني ما هضر ليناش على لي سونتيمون ديالهم الاحاسيس ولا لا لافينيغ المستقبل، غير كيفيلمي لنا وكيقول لنا. دونك فانكا سو كوشا سوغ لو فلو سوفلا دو لو اون لير كوم ان بتي فوك، يعني كتنعس هكا في لو فلو كتخرج الهواء من فما. دونك هنا كيوصف لنا كيفاش هما كيعوموا. هنا اين فوكاليزاسيون عندنا، دونك بما ان ثوازيام بيرسون يعني هنا يوعد عندنا، دونك فوكاليزاسيون اكستر. نشوفوا ليكستري دوزيام اكستري. ان جور جو طومبي سوغ اون فوتو، يعني لقيت واحد لا فوتو حتى لواحد التصويره. Que je n'aurais pas dû voir. Donc, le narrateur qui est dans la première personne. Je passais mes vacances, yani كندوز les vacances ديالي, chez ma grand-mère dans cette ville aux abords. Donc, هنا كيقول لنا فين كيقضي العطله ديالو. De la steppe russe où il avait échoué après la guerre. هنا عندنا فوكاليزاسيون انترن، علاش؟ اولا عندنا لو ناراتور كيهضر هو النيت جو، كيعاود لينا على فين كيدوز العطله ديالو، كيهضر لينا على راسو. ومني كيكون مثلا شي واحد كيعاود لينا واحد لا بارتي من لونفونس ديالو، راه كتكون عندنا فوكاليزاسيون انترن. ندوزو دابا دوزيام اكزارسيس، يعني سالينا من الدرس ديال لا فوكاليزاسيون. ايدونتيفيي لا فيغور دو ستيل. دابا الدرس الثاني هو لي فيغور دو ستيل دون لي فراز سيفونت. قريتوهم في السانكيام، ولكن هاد العام في سيزيام غادي تقراو بزاف، ما غاديش تقراو غير ميتافور كومباريزون ايبربول، ساهلين تقراوهم كاملين. هنا عندنا لا بروميير فراز سيتي ان مسيو دان سيرتان اج. سيتي ان مسيو بلوتو سيتي ان مسيو دان سيرتان اج. هنا هادي لوفيميزم. دابا نتوما اللي عارف ولا اللي ناسي، ديجا انا كتخدمت لكم واحد الفيديو الا حطيتو في السيمانه هذه ولا السيمانه اللي فاتت ديال لي فيغور دو ستيل، وليت كنقسم لكم غير بالنسبه اللي ما عارفش. حطيت لكم الجزء الاول، درت لي فيغور دانالوجي اللي فيهم كومباريزون ميتافور لاليغوري بيرسونيفيكاسيون، يعني ربعه. وثاني عندي لكم الجزء الثاني وهي غاده حتى نعطيكم لي فيغور دو ستيل كاملين. دابا خصكم تعرفوا شنو هي لوفيميزم. دونك هذا التعريف ديالها غير خفيف باش نشرحوا الدرس، مازال من بعد غادي ندير الفيديو كامل. اتينيو ليكسبريسيون افيميزم هو التخفيف، كاتاتينيو يعني كتخفف العباره ديالك كتخففها. دونك اتينيو ليكسبريسيون بور كون رياليتي، يعني علاش كتخففها؟ باش داك الحقيقه، داك الجمله اللي انت تقولها وداك لا رياليتي ديزاغريابل بشعه، كتولي يعني شنو كتولي ديرونج موا، هذاك الحقيقه اللي كديرونجي وخايبه ولا مثلا بروتال وحشيه كتولي موان بروتال، ما كديرونجيش بزاف. دابا بحال لا بروميير فراز هذه اللي عندنا درنا فيها اوفيميزم، شنو فيها؟ سي تا مسيو دان سيرتان اج، يعني سيرتان اج انا بغينا نقصدو بها فيو، يعني هنا بغينا نقصدو بها يعني بيرسون اجي، رجل مسن. ولكن باش من مثلا ما نجرحوش هو ولا نقولو نتايا فيو عجوز شارف ولا هادي، كنقول دان سيغتان اج، يعني عنده واحد بحال المهم كبير في السن بحال هكا، ولكن قلناها باسلوب اخر، يعني قللنا من واحد الحقيقه اللي هي اصلا كدار. هذه هي لوفيميزم. دوزيام فراز جو نو سوي با ميكونتون دو ما بيرفورمانس، انا ماشي تريست حزين بالاداء ديالي. هنا شنو بغا قصدو بها؟ جو نو سوي با ميكونتو، انا ما حزينش، اذا نقول انا اوغو نيشان، انا فرحان. علاش انا ميكونتو؟ نقول انا كونتو، يعني كنقول نفي،
انا هادي شنو لا لي طوط، ملي كيكون نفي ديال واحد الحاجه كتكون يعني لا نيغاسيون لا لي طوط. شنو هي لا لي طوط؟ ما غاديش نبقى نكثر لكم نعطيكم الديفينيسيون دابا، هنقولها اوغالمون. هي لوفيميزم الاولى كانت تخفيف من شي حقيقه بشعه، ولا لي طوط تخفيف من شي حاجه اللي زوينه ايجابيه. بلاص مثلا كنقول واو هاد الكسوه جات كواعره، كنقول ما بيهاش، يعني كتخفف من واحد الحاجه اللي هم مثلا لي كومبليمون مجاملات. هذه هي لا لي طوط، من بعد غادي نشرحوا في فيديو خاص، انا دابا غير باش الجمل تفهموهم. ثروازيام فراز، لا مالادي اي طون تري دون سيت ميزون، يعني المرض دخل لهاد الدار. هنا المرض دخل لهاد الدار يعني مثلا كلشي تعاده، ولكن المرض ما كيدخلش. شكون لي اون تري؟ يعني بنادم اللي عنده رجلين. اذا هادي شنو؟ بيرسونيفيكاسيون. تشخيص، شنو هو التشخيص؟ هي شي صفه ديال الانسان مثلا كيدق كيدخل كيجري، كنعطيها انا لشي اشياء، شي حاجه اللي هي مثلا كتكون ابستريت ما كتبانش، ولا شي حاجه اللي اوبجي يعني شيء جماد، كنعطيها الانيمال، المهم كنعطيها كنشخص، كنعطيها صفه ديال الانسان. هذه هي بيرسونيفيكاسيون. كون فو بروش سون لوان دو فو، اذا كون لما لو بروش الاقارب ديالك يكونوا بعاد، فو بروش سون لوان. دونك هنا عندنا اونتيتيز. علاش اونتيتيز؟ شنو هي بعدا اونتيتيز؟ هي الكلمه والضد ديالها. عندنا هنايا بروش، دونك عندنا بروش قريب، وعندنا لوان بعيد، جوج كلمات مضادين. ومن بعد في لافراز سميتها اونتيتيز. سيتي سي بلان اونوري، يعني عامر لدرجه اونوري با بي ميتر اون ايبانغل، يعني مثلا عامر لدرجه ما نقدوش نحطو، حنا كنقولو فيه ابره، ما تقدرش تحط فيه ابره، يعني ابره اللي شي حاجه خفيفه ولا مقبوط ولا شي حاجه. هذه ايبربول، اكزاجيراسيون، مبالغه، ماشي زال داك الدرجه. مون اسبري اي باغاي باغاي، هي مثل على تور، يعني كنشبه ليسبري ديالي العقل ديالي على تور كي سيكومب. هادي شنو؟ هاد باغي، ملي كنشوف باغي بحال اللي شفت كوم مثل، ملي كتشوفو كوم بالزربه كديرو كومباريزون. اذا باغي هي مثل. لا نوي سبلونديد، يعني لا نوي رائع، اي بلو، اي تان باون اتوالي. باون هو طاووس، اذا انا كنشبه لا نوي باش بالطاووس، ولكن ما درتش اداه التشبيه، درت لا نوي اي تان باون. اذا هادي ميتافور، ميتافور هي كومباريزون، ولكن سون زوتي دو كومباريزون، يعني ما فيهاش اداه ديال لا كومباريزون، هادي هي لا ميتافور. دونك اكزرسيس نيميرو 3، كيل اي لا ريلاسيون لوجيك، يعني من هادو من ادوات الربط لي كونيكتور لوجيك، اكسبريمي باغ لو كونيكتور لوجيك طوندي كو. هاد الدرس قريتو وعاوتاني غادي تقراوه في الامتحانات. عطاونا هاد الكونيكتور وحنا غادي نقولو اين علاقه، واش كومباريزون؟ دونك عندنا هاد الكونيكتور طوندي كو، هاد لوتي واش كيعني؟ لاديسيون اضافه، لوبوزيسيون ضد، ولا كيعني لينا لا كونسيكونس النتيجه. طوندي كو شنو كتعني؟ بينما، اذا ماشي الاضافه لاديسيون، انا ما كنضيفش، وماشي لا كونسيكونس النتيجه. دونك طوندي كو في لافراز كتعني لينا بعد المره مي، كتعني ضد. دونك غادي نديرو لوبوزيسيون. اكزرسيس نيميرو 4، انديك لا فالور، انديك لا فالور دو لامبارفي. هذا درس ديال لي فالور، نتوما عارفين هذا الدرس، هذا خصوصا اللي متبع معايا من التاسعه كنت خدمنا هذا الدرس هذا ديال لي فالور دو لامبارفي، يعني ديال لامبارفي و باسي سامبل، وعاود خدمناهم في السانكيام، وتابعوا ثاني عندكم في السيزيام هذا الدرس هذا. انا دابا غادي نعطيكم نيشان الجواب، واللي محتاج هذا الدرس هذا يعني ما يتسناش تخدموا في القسم في السيزيام وديروا الاستاذ، كتب لي فالور دو لامبارفي وسميت القناه وهو غادي يطلع لك. فيه جوج ديال الدروس درت، يعني جوج ديال لي فيديو ودرس التمارين، عاوتاني فيديو فيه التمارين، تفرج مع راساتك تتفهم مزيان الدرس. دونك لا فراز، لا بروميير فراز، il y a très longtemps vivait dans un magnifique palais، يعني il y a très longtemps يعني شحال هادي، يعني elle était une fois كان يا ما كان، vivait يعني كتعيش، dans un magnifique palais رانيا، هاد الاسم ديال البنت لا في دو روا، البنت ديال الملك. دونك عندنا لو فيرب vivait، يعني في لامبارفي مكونجيغي، هذا في لامبارفي. غادي نختار واش لا ديسكريبسيون، هاد الفعل هذا كيوصف ليا شي حاجه، ولا لا ديوري يعني اكسيون لونغ، المده الزمنيه ديال هاد الفعل هذا طويله، ولا لا ريبيتيسيون التكرار. انا عندي شي واحد كيعيش في واحد القصر، كيعيش في واحد الدار، اذا هادي شنو؟ لا ديوري اكسيون لونغ، يعني فيها وقت، انا كنعيش في واحد البلاصه راه محتاجه وقت، ماشي كنوصف. رانيا تروفا لا كلي دو سيت بيس، دونك انا هاد لافراز هادي راني لقيت لا كلي. عندنا لو فيرب تروفي، تروفا كونجيغي او باسي سامبل، لقيت لا كلي، واش هاد لقيت اكسيون سودان اكسيون مفاجئه،
ولا اكسيون اشوفي، يعني لقيت واحد الحاجه صافي. شنو هي اشوفي؟ هي شي حاجه دارت وسالات. مثلا ديجا ليكزومبل اللي عطيتكم، لافيون ديسباغو دون لو سيال، الطياره اختفت، يعني شفتيها واحد شويه والاكسيون تسالات. ولا عندنا اكسيون سوكسيسيف، تسلسل ديال الافعال، يعني جمله خص يكون فيها جوج ثلاثه الافعال، ثلاثة ديال لي فيغ باش نقدروا نقولوا انها متسلسلة. دونك هاد لافخاز هادي ما فيها فعل واحد، غنحيدو داك اكسيون سوكسيسيف ولا ريبونس لا بون ريبونس اكسيون سودان مفاجئ، يعني فجأة لقات لا كلي ساروت. كما كانت عندنا اكسيون سودان كنا نقدروا نديرو بغيف، يعني بالزربة ما خدتش ليه الوقت تخوفا، يعني لقات فرمشت عين انها لقات. ولكن اشوفي كتاخد ليا واحد شويه ديال الوقت، مثلا ليكزومبل اللي كنت عطيتكم ديجا قلتو، يعني كياخد ليا واحد شويه ديال الوقت، ما نقدرش نقول لقات شي حاجه راه ما خدتش ليا الوقت. دونك هذا اخر تمرين، غي كريفي لي فيرب اونتر بارونتيز كوريكتومون. غادي نكتب هاد لي فيرب اونتر بارونتيز كوريكتومون، يعني انا غادي نصرفهم وما عطاونيش فاش غادي نصرفهم. وهذا هو الدرس ديال لي فالور، عنده علاقه حتى ولا كونجوغيزون، ماشي غير هذاك الشيء اللي درناه دابا في التمرين الرابع. يعني من خلال لي فالور واش كيخليني نعرف واش غنصرف لامبارفي ولا غادي نصرف الباسي سامبل. يعني من خلال لي فالور ضروري ترجعوا للدرس. ايغ او سوار جو سو بروموني، انا غادي نصرف هاد لو فيرب سو بروموني، ما عرفتش واش لامبارفي ولا باسي سامبل، كي ندير نعرف خصني نكون بعدا حافظه لي فالور ديال لامبارفي. لامبارفي نقول لكم بالزربه كنستعملو في لا ديسكريبسيون الوصف، كنستعملو في اكسيون لونغ واحد شي فيرب مده ديالو طويله، كنستعملو في لا ريبيتيسيون تكرار، وكنستعملو في لا سيميلتانيتي التزامن، يعني جوج ديال لي فيرب كيدخلوا في زمن واحد. دابا انا ايغ كنت كنساره، هاد الفعل ديال كنساره راه كياخذ ليا وقت، راه ما يمكنش نصرفو في باسي سامبل اللي هما اصلا كلهم ديزاكسيون اللي هما بغيف بالزربه. اذا انا كنساره غادي نصرفها فاش في لامبارفي، يعني اكسيون لونغ. دونك نقول جو مو بروموني سول، كانت ساره بوحدي صرفت في لامبارفي. لو سييل ريسومبلي، السما كتشبه ا ان سييل دوتون، يعني كتشبه السما ديال الفصل الخريف. اذا ريسومبلي فاش غادي نصرفها؟ كتشبه، انا شنو كندير؟ كندير لا ديسكريبسيون، كنوصف السما. اذا لا ديسكريبسيون من بين لي فالور ديال لامبارفي، ريسومبلي نصرفو حتى هو في لامبارفي. دونك ريسومبلي لو سييل ايل برونو بيرسونيل ايل. ان فون فخوا، واحد الريح بارد سوفلي كي صوت باغ انترفال، يعني كي صوت باغ انترفال، كي صوت وكيحبس، كي صوت وكيدير واحد الفاصل وكيعاود يصوت. هو ماشي كيدير بحال هكا وكيحبس، هو راه كي صوت وكيولي يعاود. دونك شنو هنايا باغ انترفال؟ يعني ريبيتيسيون تكرار، كي صوت ويعاود يصوت ويعاود. هي اكسيون اصلا لونغ، ولكن في نفس الوقت هما قالوا لنا انترفال يعني ريبيتيسيون كيتعاود. ولا ريبيتيسيون فين كنلقاوها؟ كنلقاوها من لي فالور ديال لامبارفي. اذا نصرفوا لو فيرب سوفلي في لامبارفي. ان فون يعني ايل افيك سون زيس، بلوتو سون زيس. دونك عندنا سوفلي ايتي ا لانستون، في هاد اللحظه سو صون ماجيك، هاد الصوت هذا اللي كنسمعو السحري ديال الريح، فيغ روباغيتخ ا ميزيو، من ظهر قدام عيني شي حاجات لو دومين باترنيل. المهم هنا عندنا فيغ يعني شي حاجة روباغيتخ، عاود ظهر ليا واحد الحاجة اللي بالزربة فيه. هنا غادي نصرفو، يعني ماشي شي حاجة اللي لونغ، أنا غادي نصرفو في باسي سامبل، يعني أكسيون أشوفي. جو أوبليي لي كاتاستخوف، نسيت لي كاتاستخوف. دونك هنايا غادي نصرفو في الباسي سامبل، جو اوبليي، ولي فالور ديال الباسي سامبل عندنا خمسة. دون جو فونيغ داتر لو تيموان، لي كنت انا هو لو تيموان شاهد في هاد لي كاتاستروف هادو، يعني كنتي في الماضي وواحد لاكسيون كانت لونغ مدة ديالها طويلة. دونك هنايا فونيغ غادي نصرفو فاش في لامبارفي، جو فوني داتر لو تيموان. دونك هنا عندنا جو روفواغ سي كومباني، دونك هنا روفوار عاود شفت ما شفتيش، وبقيتي كتشوف ساعة جوج سوايع، يعني شفتي فواحد اللقطة صافي وحيدتي. يعني هنايا اكسيون اشوفي غادي نصرفو في الباسي سامبل، اشوفي يعني كتاخد واحد شوية ديال الوقت وصافي كتسالى تيرميني. روفوار روفي في الباسي سامبل. و جونتوندغ، دونك هنايا عندنا اونتوندغ، سمعت سي سوفون سيفلي لا غريف، سمعت عاوتاني سمعتي، ماشي سمعتي بقيتي كتسمع نهار كامل انت كتسمع، فواحد شويه الوقت سمعتي. اذا حتى هي اكسيون اشوفي اونتوندي. دونك هذا بالنسبه لي فالور كيتعاودوا يتحطوا لكم في الامتحان ديال السيزيام. بالنسبه للدروس كما قلت لكم ديجا انا خادمهم، دايره بلاي ليست كنحط فيها داكشي ديال لابوطا ميرفي، وعاد ملي عاد دخلوا غنزيدوا نخدموا لي بروديكسيون، يعني ما بغاش نخدم انشاءات من دابا حيت مازال ما تحمسنش الفكره ديال انكم تبداو.